بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في البرنامج القرآني أصوات وآيات. كما أرحب بضيفي العزيز أستاذ الصوت والنغم أستاذ إبراهيم سالم. مرحبا بك يا أستاذ إبراهيم. حياك الله ومرحبا بك. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول حياة ومسيرة القارئ الكبير الشيخ محمد أنور، الشحات محمد أنور. وقبل أن ندخل في حياته ومسيرته والسرد والمعلومات الواضحة من الأستاذ إبراهيم السالم، لابد أن نذهب إلى هذا التقرير وهذه التلاوة بصوته، تعالوا معنا. ولد القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، قارئ مسجد الإمام الرفاعي، في يوم الأول من يوليو عام 1950 ميلادي، في قرية كفر الوزير مركز ميت غمر بمحافظة الدقهرية، وفي أسرة صغيرة العدد. وبعد 3 أشهر من ولادته مات أبوه، فلم يتمكن الطفل من تمييز ملامح أبيه الذي ترك طفلا يتيما يواجه أمواج الحياة وتقلبات الأيام بحلوها ومرها. فذهبت به أمه إلى بيت جده ليعيش مع أخواله، فنشأ وترعرع في بيت القرآن الكريم، ذلك مما جعله يحفظ القرآن وهو ابن 8 من عمره، وبواسطة خاله الشيخ حلمي محمد مصطفى رحمه الله. ولما بلغ 10 ذهب به خاله إلى الشيخ علي سيد أحمد الفرارجي ليجود القرآن الكريم على يديه. بعدها ظهرت موهبة الفتى الموهوب فجأة لتدفعه بين عشية وضحاها ليكون منافسا شديدا لأغلب القراء في تلك الفترة، أمثال الشيخ جود أبو السعود والسعيد عبد الصمد الزناتي والشيخ حمد الزامل وغيرهم، واحتل مكانة لا تنكر رغم صغر سنه. فانهالت عليه الدعوات من كل مكان، وهو لم يتعد عمره 15، وفي عام 1977 ميلادي دخل المعهد الحر للموسيقى ودرس فيه علم الصوت والأنغام والمقامات، حتى تمكن منها تمكنا كبيرا، وظل فيه 2 تقريبا، ثم دخل الإذاعة المصرية عام 1977 ميلادي بعد أن أعجبت به اللجنة الاختبارية وتم اعتماده قارئا مميزا ومبرزا. حصل الشيخ الشحات على شهرة كبيرة جدا، وكان له محبون ومعجبون يتتبعون آثاره أينما يقرأ. ونجح الشيخ الشحات في الاستقلال بأسلوبه وأدائه القرآني الذي جعل منه مدرسة خاصة به. وكان يوم 16 من كانون الأول لعام 1900
1979 يوما لا ينسى في حياة الشحات محمد أنور، لاعتماده القارئ الأول في الإذاعة لقرآن الفجر مباشرة الذي يسمعه كل من في مصر، فأصبح حديث الناس عامة ومشاهير القراء خاصة. وذات يوم قابله الشيخ محمود علي البنا وهنأه على حسن أدائه وعذوبة صوته. تربع الشيخ الشحات على عرش التلاوة في مصر لعدة سنوات وكأنه القارئ الأوحد فيها. سافر إلى بلدان كثيرة فلم يترك قارة إلا وذهب إليها قارئا في شهر رمضان المبارك منذ عام 1985 ميلادي إلى عام 1996، فكان يسافر مرات مكلفا ومبعوثا من قبل وزارة الأوقاف المصرية ومرات بدعوة خاصة له. فذهب إلى الأرجنتين وإسبانيا والنمسا وفرنسا والبرازيل والدول الخليجية ونيجيريا وتنزانيا وجزر القمر والكاميرون وإيران وكثير من دول آسيا وغيرها، إلا أنه وبعد هذه المسيرة القرآنية الرائعة والكبيرة رحل عنا الشيخ محمد أنور الشحات تاركا لنا إرثا قرآنيا كبيرا. فرحمك الله وأسكنك فسيح جناته. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما تقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا وأتممت عليكم
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، وعودة أخرى مع ضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم السالم. مرحبا بك يا أستاذ إبراهيم. حياك الله. مرحبا أستاذ إبراهيم. يعني أسألك عن حياة الشيخ الشحات محمد أنور، هذا القائر الكبير والرائع والمبدع، والذي أخذ يعني مأخذا وسطع نجمه في الساحة القرآنية العالمية. ويعني أسمع منك يا أستاذ إبراهيم، ماذا لديك من زوايا وخفايا حول هذا القارئ الكبير الشحات محمد أنور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن مر على إنشاء وتأسيس المدرسة المصرية لتلاوة القرآن الكريم نصف قرن تقريبا، ولد الشيخ الشحات، لكن لم يكن جاء من في منطقة فارغة، وإنما جاء الشحات في خضم الأصوات وفي ازدحام المواهب في فترة الستينيات. كما تعلم كانت التلاوة المصرية قد انتقلت من التأسيس، مرحلة التأسيس والإبداع، إلى مرحلة الاستقبال ومرحلة العلم، دخول القراء في المجال العلمي، وبدأت الأساليب تختلف لجيل جديد، وكانت فترة انفتاح وفترة نشاط فني واسع في مصر وفي خارج مصر للمدرسة المصرية بالذات. يعني الفترة التي ولج فيها الشيخ الشحات محمد أنور، يعني الساحة القرآنية المصرية كانت صعبة بالنسبة للشحات؟ كانت جدا صعبة للذي لا يمتلك قدرة صوتية وموهبة فذة وعقلية متوقدة كعقلية الشحات. الجرأة التي يمتلكها هذا القارئ الكبير رحمه الله هي التي مكنته من أن يثبت أقدامه في هذه الساحة المزدحمة. بل كان عبد الباسط، وكان أبو العينين، وكان البهتيمي وغيره، ومحمود علي بن، كثير من القراء كانوا يملؤون البيوت في مجال الكاسيت. للعلم هو صغير السن يا أستاذ إبراهيم، ولكن بدأ يعني في مقتبل عمره. نعم. الشيخ الشحات هو ليس الله. المهم أن تبدأ، المهم أن تكون لديك الجرأة أمام هذا الكم الهائل من الأصوات الهائلة. يعني أحيانا الإنسان يفكر ماذا أصنع أنا أمام هؤلاء، ولكن الثقة بالنفس والإيمان بالله سبحانه وتعالى والمقدرة على تحدي الصعاب هو الذي جعل هذا الرجل يتمكن من هذه الساحة. شيخ الشحات يمتلك موهبة كبيرة جدا، بحيث هو لقب القارئ أو الشيخ الصغير. أحسنت. كان في يعني في سن المراهقة، كما تعلم ويعلم أكثر المشاهدين، يكون صوت الإنسان متنقل. بل طبعا يبدأ صوت الطفولة إلى صوت الصبا. نعم. نعم يبدأ في التنقل، لكن حينما تمتلك عقلية أن كيف تتمكن من السيطرة على هذا الصوت وإدارته بصورة صحيحة، هذا شيء كبير. أستاذ إبراهيم عفوا، يعني دعني أسألك عن دخول الشيخ الشحات محمد أنور إلى الإذاعة، وتعرف أنت الإذاعة تعتبر يعني عقبة كبيرة ويعني اختبار كبير بالنسبة إلى القارئ، وخصوصا في مصر، لأن هناك لجنة اختبارية تتكون من علماء في مصر، علماء في الصوت وفي النغم وفي أحكام التلاوة والتجويد وفي القراءات. الشحات محمد أنور دخل إلى الإذاعة في سنة 1977 للاختبار، وتعجبوا فيه يعني لجنة الاختبار، ولكن قالوا له تعال لنا بعد سنتين أو أكثر، يعني حين تتعلم الأنغام بصورة أفضل. ما الذي عمله في هذه الفترة الشيخ الشحات؟ نعم، أحياناً
الكبار لا يجدون التوجيه الصحيح، فيبقى يعتمد على الأساتذة الذين يحتضنونه. وأحيانا تكون نحن يعني لدينا أنا حينما نرى موهوب نتشبث به ويعني نلتزمه ولا نوجهه التوجيه الصحيح، لا نقول له اذهب لفلان تستفاد منه أكثر أو اذهب إلى المعهد الفلاني، فهذا احتكار يكون عند بعض الأساتذة، وهذا حب لهذا القارئ الكبير، ولذلك الأساتذة ما كانوا يوجهون التوجيه الصحيح، ولذلك حينما دخل الإذاعة اصطدم بهؤلاء العلماء، فهو لم يرفض وإنما وجهوه، قالوا له أنت تمتلك موهبة كبيرة، اذهب وتعلم كيف تدير هذه الموهبة لكي تكون قارئ كبير تستوعبك الإذاعة وتكون في صف القراء الكبار الذين يقرؤون في الإذاعة. وما الذي فعله الشيخ الشحات محمد أنور في هذه السنتين؟ نعم، أخذه أحد في 79 دخل الإذاعة وقبله إقبالا كبيرا. أعتقد أكو أستاذ اسمه كامل شبيب أو كامل يعني ما أعرف يعني أخذه، هو رجل موسيقار، أخذه إلى المعهد. بلي. فقال له معهد الموسيقى طبعا. نعم، هنا تسقل هذه الموهبة. فذهب هذا الرجل، هذا الشاب طبعا كان عمره 26 عام، وولد في بداية الخمسينيات. نعم. ففي 76 77 في يعني 50 هو ولد. نعم. نعم. فكان شابا، وكان شابا لطيفا هادئا مؤدبا يحترم أساتذته، يسمع النصيحة، فذهب إلى المعهد، وهنا تغيرت أساليبه وتغيرت حياته في هذا المعهد. يعني تعلم الأنغام، تعلم كل الأنغام ودرس دراسة مستفيضة، وكان يستوعب وكان يذهل الأساتذة الموجودين في المعهد الموسيقي. أحسنت يا أستاذ. عاد إلى الإذاعة بلي. وقبل كقارئ بعد أن استمعوا إليه بأسلوب فني، لأن كما تعلم أنت الموهبة حال والعلم حال آخر. أحسنت. حينما يلتقيان يكون الإنتاج صحيح. أحسنت يا أستاذ إبراهيم، دعني أخذ هذا الفاصل وأعود معك حول حياة ومسيرة الشيخ الشحات محمد أنور. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، وعودة اخرى مع ضيفنا العزيز استاذ الصوت والنغم الاستاذ ابراهيم السالم. مرحبا بك يا استاذ. مرحبا ابراهيم. مرحبا بك، حياك الله. وبرنامج اصوات وايات وحياه ومسيره القارئ الشيخ الشحات محمد انور رحمه الله. نعم يا استاذ ابراهيم، دعني انتقل معك حول صوت القارئ الشيخ محمد الشحات محمد انور. طبعا الشحات محمد انور، انت تعرف يا استاذ ابراهيم هناك يعني معجبين كثيرين ومقلدين كثيرين ومتاثرين كثيرين في الشيخ الشحات محمد انور، وينتظرون يعني التحليل بالنسبة إلى صوت الشحات والأنغام التي يقرأ بها الشحات، يعني لحظة لحظة، لا نقول ساعة ساعة. فهناك من يشاهدك يا أستاذ إبراهيم ويستمع إليك وبدقة، فأريد أن تحلل لنا صوت الشحات بدقة أكثر. نعم، الشحات يعني نضع صوته في مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الموهبة، والموهبة أن تمتلك ما لم يمتلكه غيرك. بلي. فحينما كان يقرأ في الموهبة كان يعني شخص آخر، بعد أن تعلم الأنغام ودرسها دراسة أكاديمية انتقل إلى الأسلوب الصحيح. أولا صوت الشحات يتطابق تماما مع السلم الموسيقي في أي آلة. بلي. يعني تستطيع أن تأتي بكل الآلات يعطيك أصواتها، هذا دليل على يعني كيف يعطي أصوات الآلات؟ في صوته يعطي أصوات في صوته الآلات. نعم، يعني نعم. كيف يعني؟ هو له القدرة بلي. على أن يعطيك التون الموسيقي في كل الآلات. طبعا الآلات هي تختلف أصواتها طبعًا. يعني صوت الأورج يختلف عن صوت العود بلي. هذا دليل على أنه فهم صوته
وصوته يتميز بال يعني بالتون النظيف اللي احنا نسميه. نعم. يعني اولا هذا هذه مسألة لا تتوفر في كل الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اثنين، صوت الشحات في المنطقة الواطئة اللي تسموها القرار. بل احنا نسميها لو انت مسمي استاذ رهين. نعم، هو الحقيقة يعني في علم الأصوات هو لا يوجد هناك تسمية قرار، يعني كان أهل الموسيقى هم الذي وضعوا القرار، يعني على اعتبار أنه الآلة الموسيقية فيها قرار وسط وجواب. حتى الصوت يا أستاذ برهن. نعم. يعني يكون فيه قرار ووسط وجواب. نعم، هو الصوت يعني في هذا المصطلح، نحن نتكلم عن المصطلح. بلي. المصطلح هو هذا حينما يكون تكون الأوتار الصوتية اللي موجودة المسؤولة عن الصوت في الحنجرة غليظة تعطيك بعض الغلظة في الصوت. فالتدرج النغمي في بداية الصوت في تحرير صوت الشحات تكون واضحة بحيث يستطيع أن ينغم، يعطيك نغم كامل، وهذه هو أعتقد جربها وسجلها، يستطيع أن يحرر كل الأنغام في البداية في القرار، في منطقة القرار. جميل. نعم، في جميل. منطقة القرار تدل على الإمكانية والعلمية. نعم. أستاذ إبراهيم، هو في إمكانية في الصوت. نعم. أولا والعلمية، يعني والعلمية ثانيا في العقل. أحسنت. هذه ناحية. الناحية الثانية حينما ينتقل إلى منطقة الوسط يستطيع أن يقرع كل الأنغام. بلي. في منطقة الوسط هناك أصوات يصعب عليها، مثلا نغمة السياقة على اعتبار هي في الدرجة الثالثة من السلم النغمي، إذا ما ذهبنا إلى علم الموسيقى الشرقية، يعني نقول دوري مي كاربي مول. بلي. فهو يستطيع أن يعني يثبت صوته في كل التلاوات على منطقة واحدة في السلم الموسيقي. جميل. يعني هذه المنطقة هذا دليل علمي، يعني يقرأ يعني في القرار وينغم في القرار لسيطرته وإمكانيته. نعم. ويقرأ في الوسط وينغم في الوسط ويعطي مواهبه في المنطقة الوسط. نعم. أما في الجواب، في الجواب الشيخ الشحات من خلال استماعنا إليه وتلاوات المتعددة جاء بكل جوابات المقامات. الله. يعني لا، ليس هناك خوف من أن يأتي بصوت جواب السيقاء أو صوت جواب العجم. بلي. هاي ناحية. الناحية الثانية هو أحيانا لا يتدرج انطلاقا إلى الجواب وإنما يقفز، يعني هو يقرأ في الوسط وأنت تشعر أنه يقرأ العجم مثلا، ثم يأتيك بما تسمى في العراق الميانة وما تسمى في العلم الموسيقي ذروة اللحن. يعني يذهب إلى الأبعد، إلى القرار، ثم يتدرج هكذا. يستطيع الشيخ الشحات أن يعطي كل الأنغام حقها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا
صوت يا استاذ ابراهيم قبل ان تنتقل الى النغم. نعم. يعني اريد اكمل معك الصوت. نعم. الركوزات يعني في القفلات بالنسبه الى الركوزات الصوتيه. نعم. هذه يعني ناحيه طبعا يعني عند الشحات يعني تعرف انت هذه القفلات وهذه يعني بعض القفلات تكون حتى في الجوابات العاليه عند الشيخ الشحات محمد انور. نعم. وهذه تحتاج الى سيطره وامكانيه ولا ارتكاز في الصوت. يعني انا اجدها في موجوده في صوت الشيخ الشحات. انت كيف تحلل؟ نعم هذا دليل يعني حينما تحدثنا نحن عن صقل الموهبه في المعهد الموسيقي هو الذي أعطى للشحات هذه الرشاقة في القفلات يعني القفلات السريعة والقفلات الممدودة أيضا. يعني هناك كما تعلم آيات قرآنية ترتكز على السكون، هناك ترتكز على مد العوض، كذلك المد العارض للسكون، فمد أكثر يعني زمنا من مد آخر هو يستطيع أن يتلون بصوته مع كل المدود يعني يتعامل معها أنواع بدقة والقفلات. نعم هذه ناحية. الناحية الثانية طبعا الأنغام يعني ليس كل من يؤدي يستطيع أن يأتي بالقفلة السليمة. أحسن. وإنما القفلة هي يعني مسألة علمية يجب على القارئ أن يتدرب عليها. لدي سؤال يا أستاذ إبراهيم قبل أيضا أن ندخل إلى النغم أكمل معك الصوت يا أستاذ إبراهيم. هل يعني صوت الشيخ الشحات محمد أنور هو أكمل من الأصوات الباقية بالنسبة إلى القراء الموجودين في مصر بحيث أستطاع بأن يؤدي هذا الأداء في القرار وفي الوسط وفي الجواب وهذه القفلات وهذه الركوزات في الصوت وهذه الخامة الصوتية وهذه المساحة الصوتية؟ هل هو أفضل من غيره أكمل من صوت غيره أم العلمية خدمت الشيخ الشحات في أدائه أكثر من غيره؟ أسمع منك. لا ربما واحد. هناك أصوات أكبر من صوت الشحات. أحسنت. هو هذا الذي أريد أن أقوله. نعم. أستاذ إبراهيم. ولكن العلمية هي التي أفادت أو أفاد منها الشيخ الشحات وأصبح يعني مدرسة متجددة في أسلوب أو أساليب الأداء القرآني في المدرسة المصرية. أحسنت يا أستاذ يعني طيب نحن ننصح القراء نوجه لهم نصيحة يجب معرفة صوت القارئ. يعني القارئ يجب أن يعرف المساحة الصوتية التي يمتلكها نقطة القوة نقاط الضعف في صوته. يعني كيف توجه القراء يعني مباشرة؟ أريد أن أسمع منك هذا التوجيه إلى القراء الذين الآن يستمعون ويشاهدون البرنامج يا أستاذ إبراهيم. يعني باخ هذا الموسيقار يقول إذا أردت أن تتعرف على الناس فتعرف على آلتك تكتشف أسرار الآلة. احنا عندنا الآلة يعني أول آلة موسيقية زرعها الله سبحانه وتعالى في جوف الإنسان هي الحنجرة. كما يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يشبه المزمار بالحنجرة أو الحنجرة بالمزمار، يقول هذا الحنجرة هي الأنبوب التي يخرج منها الصوت، والرئة يشبهها بالزق. هذا موجود لمن أراد أن يراجع كتاب التوحيد للمفضل موجود. هو أول من تحدث في علم التشريح. أستاذ إبراهيم عفوا عن المقاطعة، دعني أخذ هذا الفاصل وأكمل معك الحديث إن شاء الله. مشاهدين أعزاء فاصل وأعود إليكم تابعونا. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء وعودة اخرى مع ضيفنا العزيز الاستاذ ابراهيم سالم استاذ الصوت والنغم. مرحبا بك يا استاذ. مرحبا حياك الله استاذ ابراهيم. الكلام معك جميل والكلام حول الشحات محمد انور يعني
هو كلام رائع وكبير ويحتاج إلى عدة حلقات، وإن شاء الله كما اتفقنا بأن تكون أكثر من حلقة حول حياة ومسيرة الشيخ الشحات، لأن هو قارئ كبير وصوته كبير وحياته ومسيرته كبيرة، فإن شاء الله نتكلم عنه في أكثر من حلقة يا أستاذ إبراهيم. نعم. أنا انتقلت معك بالبداية سألتك عن النصيحة التي تحب أن توجهها إلى القراء. نعم. لأن أنت تعرف يا أستاذ إبراهيم هناك بعض الإمكانيات الصوتية والقابليات الكبيرة ليس لديهم معرفة بأصواتهم وعلمية بأصواتهم، انتهت هذه الأصوات سرعان ما انتهت، هو هذه هي المشكلة، ولم تصدر من عندهم. نعم. أي مثلا أي طاقات أو أي مواهب كما نسمعها من بعض الأصوات الغير كبيرة، ولكن لديهم علمية في أصواتهم فباستطاعتهم أن يقدموا الأكثر والأكثر والمزيد. كيف نعم. يا أستاذ إبراهيم تنصح هؤلاء القراء؟ نعم، احنا يعني استرسالنا بحديثنا يعني هو حينما تكلمنا عن الحنجرة وهذا يعني وقلنا انه باخ ينصح ان تتعرف على صوتك، تتعرف على امكانياتك، تتعرف على الممرات، الحلق، التجويف الموجود بالحنجرة، الرئة، تأخذ التمارين المناسبة الصحيحة، لا تتعدى منطقة صوتك ولا تبدأ من تحتها، يعني من تحت المنطقة التي تقرأ بها. يجب عليك أن تعرض صوتك على مختص يقول لك أنت تبدأ من المنطقة الفلانية بلي. وتصل إلى المنطقة الفلانية ولا تتعداها. هذه أهم نصيحة يعني بدائية نقدمها دائما لكل قارئ نلتقي به. بلي. أستاذ إبراهيم، يعني بعض القراء تعرف أنت القارئ في بدايته يقلد أحد القراء ويستمع إليه ويتأثر به فيحب أن يقلد هذا القارئ، لأن ليس كل قارئ هو موهوب مباشرة يبدع ويأتي بطريقة جديدة وأداء جديد. نعم. فأغلب القراء الذين يقلدون أولئك القراء قد القارئ الذي يقلده يمتلك مساحة صوتية واسعة ويمتلك قرار عميق وجوابات عالية حادة، وهذا القارئ منطقة يعني المساحة التي يمتلكها أقل من تلك المساحة التي موجودة عند القارئ الذي يقلده، فهو يعني عندما يسمع هذا الجواب ويريد أن يقلد الجواب فيكون ضغط على الحنجرة ويكون نشاز بالنسبة في الصوت وهو لا يعرف هذه المساحة التي يمتلكها وعدم نعم. المعرفة الموجودة عنده. نعم، مثل الطفل يعني الطفل يراك تصعد على النافذة وتضرب بسمار في الحائط، حينما تغيب أنت يأخذ هو المطرقة ويذهب يصعد إلى هذا وإذا به يسقط من فوق النافذة أو يضرب أصبعه مثلا. نعم، فهذا لا يمتلك القدرة التي تمتلكها أنت. نعم. كذلك في يعني ليس في الصوت وإنما في كل شيء، في كل حتى مجال. في الأكل، في المنام، في كل مجال. أحسنت. حينما تريد أن تقلد شخص يجب عليك أن تمتلك الطاقة التي يمتلكها. أحسنت. العقلية التي يمتلكها، الجسم الذي يمتلكه، هذا هو التقليد. قد يكون المقلد يعني قد يمتلك طاقة ومساحة وسعة أفضل أكثر من الذي يقلده. نعم. نعم. وهو يحصر نفسه في هذه الزاوية في هذه المساحة. نعم. أحسنت يا أستاذ إبراهيم، أنتقل معك حول النغم والمقامات التي استخدمها الشحات محمد أنور. طبعا نعم. المقامات هي نفس المقامات يعني الموجودة الذين يقرؤون فيها القراء، المقامات السبعة وأضافة إلى مقام الكرد وبعض الأوصال والقطع، ولكن ما الذي أضافه الشيخ الشحات؟ هو قرأ في نفس المقامات، هل أضاف شيء إلى الأنغام؟ هل أضاف شيء إلى المدرسة النغمية والمقاماتية في أصول التلاوة المصرية؟ طبعا هو الأنغام يعني من أول ما اكتشفها الإنسان في الإنسان القديم هو اكتشف سبعة أبعاد، هذه السبعة لم يأتي أحد
ويضف إليها رقم 8، يعني بقت هي 7 أبعاد، ولكن هذه 7 أبعاد قسمت وأصبحت أنغام، ولكل نغم 7 أبعاد، وهذه الأبعاد كذلك قسمت إلى مسافات وأصبحت نصف درجة وثلاثة أرباع الدرجة. وهناك من يتكلم بعلم الكومات الآن، الذبذبات، يعني المقامات هي لكن الأصوات هي التي تغير في نمط المقام، في روحية الإنسان. أحسن. الذي يؤدي هذا المقام. ولذلك أنت تسمع يعني نغمة الصبا عند الشيخ الشحات تكسر النظرية التي تقول أن الصبا يقرأ فقط للحزن، يقرأ للحزن أو العجم يقرأ للفرح، أو هذه يعني النظرية التي ليس لها أساس من الصحة. يعني العجم يقرأ للفرح يا أستاذ إبراهيم، وأنا في بعض الأحيان قد أبكي على عندما أسمع مثل مقام العجم عندما يقرأه الشيخ الشحات. نعم، قرأه الشيخ الكعبي في يعني عمق الحزن وفي مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. وفي مصيبة الإمام الحسين. نعم أحسن. ليس هناك هوية ثابتة للمقام. وبدأ في الأورفة يا شيخ الكعبي. نعم. فبدأ نعم. في الأورفة، الأورفة والأورفة يعني هي للفرح كما نعم يقولون. هو. ولكن هي في ملء الحزن عند في صوت الشيخ الكعبي. نعم، وطبعا هناك العشرات الذين كسروا هذه، يعني مصطفى إسماعيل وغيره من القراء، والشحات من ضمنهم. يعني يبقى حسب الإحساس والروحية والعمق الذي يمتلكه هذا القارئ. نعم، والتعبير يعني هو يعبر لك عن الفواكه اللي موجودة بالجنة بنغمة الصبا بأسلوب هادئ. ويدعوك ويقول لك تعال تمتع في هذه النعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الجنة للمؤمنين. لا يصدرون عنها ولا ينزفون وفاكرة مما يتصيرون يا هذا صدر. هذا هو شيخ الشحات. بلي، ابرز الانغام والمقامات التي يعني كانت تلائم صوت الشحات، يعني يبدع فيها شيخ الشحات اكثر من غيرها من الانغام التي كان يستخدمها. المقامات الشرقيه. بلي، يعني الانغام الشرقيه جميله، في يعني انا احب ان اسمعها في صوت الشحات لان يعطيها حقها. ربما تكون الانغام الشرقيه يعني غير واضحه لدى بعض المشاهدين، هي الرست والبيات والصبا والسياقاء، هذه هي المقامات الأساسية يعني للموسيقى الشرقية. فهو يقرأ الرست شيء جميل رشيق يعني. والله. نعم، حتى ميانة يعني ميانة السياقاء حينما تأتي بعد الرست دائما يأخذها هو، ترى فيها وتسمع منها فد انتقالات في صوته في داخل النغمة، يعني في وسط الصوت. بسم الله.
نغمة العجم كذلك يعني قرأها في سورة المائدة له انتقالة عجيبة جميلة وجواب نعم نقلها من الشيخ مصطفى إسماعيل ولكن جملها في صوته. طيب أستاذ إبراهيم يعني احنا نسمع مثلا أكثر القفلات في مثلا في مقام السياق القفلة واضحة، في مقام الرست القفلة واضحة، في مقام العجم القفلة واضحة، وفي بقية المقامات كما سمعناها من القراء السابقين عند الشحات محمد أنور يعني نسمع عدة قفلات بالنسبة إلى مقام السياق، عدة قفلات بالنسبة إلى العجم، عدة قفلات إلى الرست إلى البيات، يعني ما الذي يمكن الشحات محمد أنور من التعدد في هذه القفلات؟ يعني براعة الأساتذة الذين درسوا الشيخ الشحات واستماعه الكثير إلى علم الموسيقى بلي. حينما بدأ يسمع تطورت عنده أن لديه الحال بلي. فهذا التطور يخليه يعني ما يغني ما يتلو تلاوة رتيبة وإنما يستعمل يعني التكنيك المتطور في صوته في هذه القفزات في التغيير من يعني من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل في السلم الموسيقي. هذا التدرج هو الذي يغير لون القفلة ولون المقام كذلك. يعني أنت حينما تسمع نغمة الكورد عند الشحات تتصور أنه رح يقفل نهاوند، لكن هو يميل بها إلى الكورد إمالة جميلة جدا على اعتبار أنه هي تسير في نفس الخط. يعني إذا أخذنا الميلودي للكورد وللنهاوند فنقول أنه هو صول فا مي بيمول ري دو، ولكن الكورد يقف عند الري فرق درجة يعني. فهذه الإمالة اللطيفة واضحة في صوت الشيخ الشحات، بالإضافة إلى هو يمتلك صوت رنان يعني هذا الرنين اللي موجود به يعني يمكنه من العزف على كل الأنحاء. أستاذ إبراهيم الذي يأتي بهذا الأداء وبهذا الأسلوب المتميز والبارع والكبير والمقتدر يجب أن يتكلف، يعني تظهر عليه علامات التكلفة أثناء الأداء، لكن كما مثلا شاهدنا عند بعض القراء يعني القارئ عبد الباسط صوت كبير وصوت جميل ورائع ومساحة كبيرة وأداء متميز، ولكن نرى التكلف والحركات يعني الزائدة في عندما يؤدي وغيره من القراء. ولكن الشحات محمد أنور يعني أغلب ما شاهدناه في أغلب تلاواته مع أكبر المحافل القرآنية التي جلسوا فيها الآلاف وهو يؤدي هذا الأداء الكبير ولكن من غير أي تكلف على نفس جلسته ولم تظهر آثار على وجهه، يعني كيف تحلل لنا هذا أستاذ إبراهيم؟ لو نظرت إلى تلاواته قبل دخوله للعلمية لوجدت هذا الحال موجود، ولكن يعني حينما اكتشف صوته وعرف كيف يستخدم هذا الصوت أكيد رح يعني رح يقرب للطاقة مالته. يعني إنسان يستطيع أن يحمل 50 كيلو بلي. لا يتكلف هو حينما يحمل 25 بالضبط، هو طاقته 50 لكن هو يحمل 25 أو 20 تراه يعني لا تتغير ملامح وجهه ولا يرتبك في قدميه وإنما ثابت. يعني تؤكد على موضوع العلمية والمعرفة بالنسبة إلى دا القارئ، يعني يجب على القارئ أن يعرف صوته، أن تكتشف طاقتك وما تستخدمها كلها. كل القراء الذين استخدموا كل طاقتهم وزادوا عليها أصيبوا بحناجرهم بلي. وهذا موضوع إن شاء الله سنتكلم عنه بلي. يعني هذه المسألة إما يفقد حنجرته أو يفقد أداءه، يكون أداء ضعيف. وأمامنا الآن بالساحة بعض الشباب نصحناهم بأنه هذه ليس طاقتك يا أخي، كف عن هذا الصريخ بني. كف عن هذه عن هذا التقليد بني. ولكن الآن هو يعاني من حنجرته ويعاني من
يعني أداء ضعيف. أحسنت يا أستاذ إبراهيم، الكلام معك جميل، وحياة الشحات محمد أنور ومسيرته أيضا جميلة ورائعة وكبيرة، ونحن نعد مشاهدين الأعزاء إن شاء الله نعمل عدة حلقات حول حياة الشحات محمد أنور، ونطرح مثل هذه الأسئلة وهذه المداخلات للفائدة الكبيرة إن شاء الله. هذا ما سمح به وقت البرنامج، ولا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على مشاهدتكم البرنامج القرآني أصوات وآيات، وشكري وتقديري وامتناني إلى ضيفي العزيز الأستاذ إبراهيم السالم. شكرا لك يا أستاذ إبراهيم. شكرا لك، حياك الله. أرجو أن تتقبلوا تحياتي أنا مقدم البرنامج الصحاف، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.